الطاجين ديال الحوت نخدمه معكم. بالنسبة للحوت عندي هاد الحوتة هادي كيف كتشوفوا، غسلتها مزيان بالحامض والملحة، قسمتها على جوج باش يلا تجيني في الطاجين هو هذاك، وفلحتها من هنا. عندي في الماكينه ديالها عندي ربع مقطع، ثلاثه الدروس ديال الثومه درت دوزتهم في البريسا، نص حامضه القشره ديالها مصيره قطعتها، معلقه كبيره ديال عطريه الحوت، نص معلقه ديال الملحه، ربع معلقه ديال الابزار، وغندير العصير ديال الحامضه، وغندير معاه زيت البلديه بشويه الماء ونخلطهم. وبالنسبه للخضر عندي الفلافل بالوان، عندي الزيتون الاحمر، وفي الطاجين راني فرشت هذا الجزر درت قطعته طويل فرشته لتحت ودرت له الدوائر ديال المطيشه هنايا. غادي نعصر هذه الحامضه بسم الله، نزولوا العظام يطيحوا. غندير ثلاثة معالق كبار ديال الزيت البلدية، والماء تقريبا تاهو جوج معالق حتى ثلاثة، ديرو جوج بركة، وغنخلطو هاد الشي. لي بغا يدير الحار يدير، ولا كان وليداتكم كياكلو الحار ديرو، راه كيجي زوين في الحار. وغادي نرقدو فيه هاد الحوت، الطاجين ديالي هو فرشت له الخيزو ودوائر ديال المطيشه. دابا غندير له الحوت الفوق منه، بسم الله. غادي نشطفو، تقدروا هادو تقطعوهم فلافل، تقطعوهم اما دوائر اما هكذا طوال اللي بغيتي على حساب الذوق ديالكم. انا درتهم هكا طوال، وغديرهم بديكالاج بحال هكا، وحده حمراء وحده خضراء حتى تكملوا. كنكملوا الطاجين ديالنا بهذه الطريقه، وتندير الزيتون ديالي نوقف هنا الوسط، ونغطيه ونطيه فوق العافيه، تكون النار مهيله ما تكونش باش ما تحرقش لكم دغيا، ونخليه حتى يطيب لينا. ها درتو فوق البوطه، ما تزيدوا لا ما لا والو، هو غيطلق الماء ديالو غيطيب في ميته، ونطلقوا ان شاء الله ملي طيبنا الطاجين ديالنا. تيقرب يطيب كنزيدوا فيه شويه زيت العود بالفوق على شكل خيط، حيت في الاول ما درناش بزاف ديال الزيت، ما درناش صافي، ونكملوا لي طياب نسدو عليه ونخليوه يطيب. ها هو ملي طاب شفتو كيفاش كيجي، هو باقي تيغلي، شفتو جا رائع لا شكل ولا مذاق. ان شاء الله نتمنى تعجبكم الوصفه وتجربوها، نتلاقاو ان شاء الله في وصفه اخرى وفيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.